قدامي دلوقتي انيميشن بيوضح لي سرعان الالكترونات، نظام نقل الالكترون وحدوث الفسفره الاكسديه لتكوين الاي تي بي. بس قبل ما نشوفه هنتكلم عن تركيب الميتوكوندريا. زي ما واضح عندي كده في الرسم، ده رسم مجسم واضح تركيب الميتوكوندريا باختصار، ان هي بتتكون من غشائين، ده الغشاء الخارجي اللي انا بشاور عليه المؤشر، والازرق ده هو الغشاء الداخلي اللي هو بيعمل انسناءات او تيار الى داخل الحشوه بتاعه الميتوكوندريا اللي بنسميها الماتريكس، وهذه الانسناءات بنسميها بالكريستال. وهناخد جزء دلوقتي من الغشاء الداخلي ونكبره عشان نتعرف على تركيبه. هنلاقي الجزء ده بيكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، والطبقتين فيهم مجموعه من المعقدات البروتينيه الناقله للالكترون، هم عددهم اربعه بس اللي ظهر عندي هنا ثلاثه، اللي هو رقم واحد وثلاثه واربعه، ودي المرافقات الانزيميه المبتذله الناتجه من اكسده الجلوكوز في الانحلال الجليكولي وغيركيز. لما بيتاكسد الناد اتش بيحول لناد وبيمنح الالكترونات والبروتونات الى المعقد الاول، وعندما تصل الالكترونات لهذا المعقد بتفقد جزء من طاقتها، بيسمح بنقل 2 بروتون الى السطح الخارجي، ثم تذهب الالكترونات الى الحامل المتحرك فيه. الحامل المتحرك يو هياخدها ويتحرك بيها ناحية المعقد رقم 3 عشان ينقل الالكترونات فيه، وعندما تصل الى المعقد رقم 3 هتفقد جزء من طاقتها، يؤدي الى نقل 2 بروتون من داخل الحشوة الى السطح الخارجي من الغشاء، وتنتقل الالكترونات عقب ذلك الى الحامل المتحرك سيتوكروم سي اللي هينقلهم الى سيتوكروم سي اوكسيديز كومبلكس عشان يفقدوا جزء من طاقتهم، يسمح بنقل 2 بروتون الى السطح الخارجي. اما الالكترونات فهتذهب بعد ذلك الى المستقبل النهائي بتاعها اللي هو الاكسجين، اللي هيرتبط في نفس الوقت مع هيدروجين ويتحول الى جزيئات ميه. هعيد الدوره الثاني علشان نشوف الفادي اتش لما بيتاكسد بيمنح الالكترونات لانهي معقد، ونعرف ايه السبب في ان الفاد اتش بينتج من قاعده اكسدته جزيئين من الاي تي بي، بينما الناد اتش بينتج من قاعده اكسدته ثلاث جزيئات اي تي بي. الفاد اتش بيتاكسد ويمنح الالكترونات والبروتونات الى المعقد رقم 2 اللي ظاهر عندي في الصوره هنا، اللي احنا قلنا عليه ساكسينات هيدروجينيز كومبلكس، ومن هذا المعقد تنتقل الالكترونات الى الحامل المتحرك يو اللي بينقلها بدوره الى المعقد رقم 3، واثناء انتقالها من المعقد رقم 3 سيتوكروم سي بتفقد جزء من الطاقه، يسمح بنقل 2 بروتون عبر هذا المعقد الى السطح الخارجي، ثم تنتقل الالكترونات من سيتوكروم سي الى المعقد رقم 4 هتفقد جزء من طاقتها، يؤدي الى نقل 2 بروتون الى السطح الخارجي، وبعد ذلك تنتقل الالكترونات الى المستقبل النهائي بتاعها زي ما شفنا اللي هو الاكسجين اللي بيرتبط مع بروتونات علشان يتحول الى ميه. فهنا هنلاحظ ان الفاز اتش ادى سريان الالكترونات المنطلقه منه الى ضغط عدد من البروتونات من الحشوه الى السطح الخارجي اقل من عدد البروتونات اللي بتضخ نتيجه نقل الالكترونات من الناد اتش عبر سلسله نقل الالكترون، وده بيكون هو السبب في ان عدد جزيئات الاي تي بي اللي بتنتج من اعاده اكسده الفاز اتش 2 تكون اقل من عدد جزيئات الاي تي بي اللي بتنتج من اعاده اكسده الناد اتش 2. يعني جزيئة الفاز اتش 2 لما بيتاكسد بينتج عنه تكوين جزيئين اي تي بي، بينما الناد اتش 2 بينتج عنه تكوين 3 جزيئات اي تي بي، وده ليه؟ بسبب عدد البروتونات اللي بيتم ضخها من الحشوه الى السطح الخارجي بيكون اقل في حاله اكسده الفاز اتش 2 عنها في حاله اكسده الناد اتش 2. وهنشوف الكلام ده بيحصل ازاي دلوقتي. نتيجه طبعا اكسده الناد اتش 2 اكسده اتش 2 وسريان الالكترونات في نظام نقل الالكترون، بيحدث نقل لعدد من البروتونات من الحشوه الى السطح الخارجي، فيؤدي ذلك الى زياده تركيز البروتونات او زياده الشحن الموجبه على السطح الخارجي عنها داخل حشوه الميتوكوندريا، لذلك لابد من ان هذه البروتونات تعود مره اخرى الى داخل الحشوه لكي يحدث اتزان بين الشحنات الموجبه او بين البروتونات على السطح الخارجي والسطح الداخلي، ويتم اعاده البروتونات من خلال بروتين قنوي اللي انا شايفه قدامي ده اللي هو الاي تي بي سينسيز، واثناء مرور البروتونات من هذا البروتين القنوي بتفقد الطاقه اللي اكتسبتها لما انتقلت من الحشوه الى السطح الخارجي، وتستغل هذه الطاقه زي ما نشوف دلوقتي في ربط الاي تي بي مع بي اي لتكوين الاي تي بي. الاي تي بي وبي اي بياخد الطاقه اللي بتتحرر من البروتونات ويتحول الى اي تي بي،